تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم بسادتي مشاهدي قناة الوطن، قناة العراقية الرياضية، وهذه التغطية الخاصة لما يدور داخل أروقة اتحاد كرة القدم واللجنة التطبيعية في اتحاد كرة القدم. طبعا سينضم معي من مدينة أربيل الدكتور شامل كامل، طبعا نائب رئيس الهيئة التطبيعية بكرة القدم. أهلا ومرحبا بك دكتور إن كنت تسمعني. اهلا ومرحبا، شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. تحياتي لك، وان شاء الله الامور طيبة والله يبعد عنكم كل الامراض والاوبئة. بارك الله بك، ان شاء الله جميعا. ان شاء الله، هذا ما نتمناه لكل الشعب العراقي. اذا دكتور خلينا نبدا من يعني هذه الازمه الكبيره اللي يمر بها العالم اجمع وايضا العراق بشكل خاص، وهو طبعا فيروس كورونا وكوفيد 19 والذي يعني حصل بسببه من ازمه كبيره اوقفت جميع مجالات الحياه طبعا منها كره القدم. حدثني كيف تدور الامور داخل اروقه اللجنه التطبيعيه، وهل اثر ذلك يعني على عملكم؟ شكرا جزيلا، بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أكيد أثر الوباء بشكل عام على الحياة، يعني نعم. ليس فقط على الرياضة. تفضل استرسل أسمعك. بالنسبة أنك لجنة تطبيعية الحقيقة، نعم. بدينا نتأقلم لأنه ما أمامنا خيار. نعم. ومشت الأمور بشكل طبيعي من الاجتماعات والحوارات، ونحن باتجاه تحقيق الأهداف التي رسمت من قبل الاتحاد الدولي. لكن حقيقة خلينا نقولها، لحد الآن لم نلتقي في غرفة اجتماعات يعني واحدة. طيب، مع ذلك نستخدم نظام التواصل الاجتماعي، أنظمة التواصل الاجتماعي لتحقيق هذه تحقيق التواصل بين أعضاء اللجنة يعني. طيب، يعني بعد مرور تقريبا شهر من عملكم في الهيئة التطبيعية، كيف تقيم الأمر بالنسبة لكم؟ والله حقيقة رغم الظروف اللي يعني اللي تكلمنا عنها قبل شوي، موضوع كورونا والفترة القصيرة اللي أقل، هي تقريبا أقل من شهرين صار لنا في هذا العمل، لكن أعتقد أنه حققنا إنجاز كبير. في لو نتكلم عن الأهداف اللي رسمناها للاتحاد الدولي، نعم، فيما يتعلق في العمل اليومي للاتحاد اللي الآن هو مستمر بشكل منظم، نعم، بعد تعيين أمين سر الاتحاد الأخ محمد فرحان، نعم، وبدأ العمل الإداري المنظم، نعم، بشكل واضح جدا. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أيضا احنا عملنا به عمل كبير، نعم، وهو إعادة تقييم النظام الداخلي للاتحاد، نعم. وحقيقة أنجزنا نسبة كبيرة قد تصل إلى 90% من هذا العمل. طيب، وهذه يعني قفزة نوعية أعتبرها وإنجاز كبير حقيقة. طيب، يعني أهم التوصيات من الاتحاد الدولي الفيفا كانت بالنسبة للجنة التطبيعية هي النظام الداخلي وأيضا قضية الانتخابات. خلينا الآن بالنظام الداخلي اللي هو طبعا اللبنة الأساسية لعمل كرة القدم العراقية، نعم. وطبعا صاحب المشاكل الكثيرة، توارثنا مشاكل كثيرة خلال الاتحادات السابقة بسبب النظام الداخلي، نعم. اليوم كيف ممكن تتجاوزون هذه المشاكل اللي عانينا منها خلال الفترة السابقة وإن شاء الله تنتهي خلال الفترة اللاحقة بعد إجراء انتخابات؟
طبعا النظام الداخلي هو الأساس لعمل أي اتحاد. نعم. يعني طيب. ولذلك بذلنا جهد كبير. نعم. في إعادة تقييم هذا النظام وملاحظة نقاط الضعف. طيب. وتجاوزنا كثير من هذه النقاط. نعم. اعتمادا على مبدأ موديل الاتحاد الدولي. نعم. موديل نظام الاتحاد الدولي اللي تم إرساله إلى الاتحاد العراقي. طيب. فقدرنا نحقق الكثير من الأهداف اللي كانت موضوعة في النظام يعني. طيب. يعني دكتور البعض من القريبين من الشارع الرياضي العراقي اللي دائما يتحدثون عن النظام الداخلي يقولون بأن النظام الداخلي للاتحاد العراقي خلال الاتحادات السابقة كان نظام جيد على الورق، لكن خلال التطبيق كانت هنالك مشاكل جمة تحدث. يعني اليوم حضرتك تقول وصلنا إلى 90% من مراحل الكتابة، الآن ننتظر مراحل أصعب هي مراحل التطبيق. نعم. الحقيقة النظام الداخلي أكيد كان يعني جيد، ما أقدر أقول عليه غير جيد، والدليل نعم والدليل تم إقراره من قبل الاتحاد الدولي. نعم. لكن هذا لا يعني أن النظام الداخلي ما ممكن أن يكون أفضل. طيب شنو اللي يميز هذا النظام الداخلي؟ الأمور اللي قدرنا أن ندعمها ونحقق. طيب شنو اللي يميز دكتور النظام الداخلي الحالي اللي حضراتكم تكتبون به حاليا وصلتوا به نسب متقدمة على الأنظمة اللي كانت متواجدة في اتحادات سابقة؟ شنو الإضافات الجديدة؟ الحقيقة أولا موضوعة المندوبين. نعم. يعني المندوبين راح تتوضح بشكل واضح جدا اللي يمثلون. طيب. سواء الأندية أو الروابط الدوريات، دوري الدرجة الممتازة، دوري الدرجة الأولى. نعم. مضاف إلى دوري الدرجة الثانية. طيب يعني خلال هذه هذه الأعداد اللي أكيد راح تعطي دعم. طيب. زيادة. نعم. تفضل استرسل الكلام دكتور. من العناصر المهمة في دعم هذا النظام. طيب. نعم. يعني خلال تواصلكم مع الأندية يعني مع بعض الأندية. نعم. أكثر الفقرات اللي لم تلاقي استحسان بعض الأندية أثارت بعض المشاكل، يعني يا ريت لو نطلع عليها. عفوا السؤال مرة ثانية. يعني تواصلتم مع الأندية خلال الفترة السابقة، يعني هناك أكثر من فقرة كانت بالنسبة أشكلت عليها الأندية، يعني بالنسبة للفقرات التي تهم الأندية، أندية الدوري الممتاز بكرة القدم يعني اعترضت عليها بشكل كبير. يا ريت لو نطلع على أهم الفقرات التي اعترضت عليها الأندية خلال الفترة الحالية خلال تواصلكم مع الأندية، طبعا خلال مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة احنا اولا يعني اعضاء الاتحاد او المندوبين. نعم. ليس فقط الأندية رغم اهميتها، لكن ايضا هناك الروابط، هناك الاتحادات الفرعية. طيب. اللي تكون من منظومة كرة القدم بالعراق. كل هذه احنا اخذنا اراء من جميع الجهات ذات العلاقة. طيب. واللجنة المكلفة في النظام الداخلي هي اصلا من بالاضافة الى اللجنة التطبيعية هناك خبراء في مجال، عندنا خبراء حقيقة مهمين في مجال النظم الداخلية. طيب. النظام الداخلي للاتحادات يعني. طيب
موضوع ازدواجية المنصب، يعني موضوع ازعج عدد من ممثلي الأندية خلال الفترة الماضية، يعني هل أنتم ماضين بهذا الموضوع خلال الفترة المقبلة؟ والله نعم نعم، هذه واحدة من الأسئلة المطلوب الإجابة عليها. احنا مع انه اللي يكون في الاتحاد يجب ان 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 ان, أن يستقل عن النادي مهما كان، حتى يكون استقلالية في اتخاذ القرار. يعني طيب، هاي واحدة من النقاط اعتقد المهمة اللي راح تكون في هل ثبتتم هذا القرار خلال يعني النظام الداخلي المعمول به حاليا او المكتوب حاليا؟ الحقيقه احنا الان قلت لك 90% معناه اكو بعض الاسئله لا زالت يعني اجابه الاتحاد موجوده، لكنه ننتظر اجتماع اللجنه المركزيه لاقرارها بشكل نهائي. واحده من هاي النقاط هي اللي الان طرحتها، موضوعة الاستقلالية في بالنسبة للأعضاء المشاركين في الاتحاد. يعني العضو في الاتحاد أو نائب رئيس الاتحاد أو رئيس الاتحاد نفسه يجب أن يكون مستقل عن أي نادي، طيب، أو عن أي روابط، يعني حتى يكون قراره باستقلالية كاملة. يعني طيب، يعني البعض يسأل عن يعني رئيس اللجنة التطبيعية اليوم هو نفسه مستشار للسيد رئيس الوزراء بالشؤون الرياضية، وأيضا يعني البعض يقول بأن هذه أيضا ازدواجية، أنتم كيف تتعاملون مع هذا الموضوع، وهل من الممكن أن يترك أحد الأمرين مستقبلا؟ حقيقة هذا الأمر يعني اطلع عليه الفيفا في اجتماع الدوحة. نعم. هم عارفين تماما كل عضو من أعضاء اللجنة التطبيعية. طيب، انه عمل الرئيسي والعمل العمل في الاتحاد والاستشارة. نعم. يعني ليست هي يعني بالنسبة للاتحادات القارية والدولية الاستشارة مهمة، يعني ما تكون وظيفة كاملة. يعني ممكن أن يكون عضو في الاتحاد أو يكون رئيس اتحاد، لكنه يبقى مستشار في جهة معينة، في دائرة معينة، في وزارة، هذه بي متشكل. وحقيقة الاتحاد الدولي عنده علم كامل تفصيلي بكل أعضاء اللجنة التطبيعية، لأنه تمت مقابلة كل اللي قدموا للمقابلة وتبت الموافقة عليهم بشكل رسمي، يعني ما بيها إشكالية إطلاقا. طيب، يعني دكتور، البعض إلى الآن يسمي اللجنة التطبيعية بالهيئة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم، يعني يا ريت لو توضح لنا هذه الجزئية، موضوعة المؤقتة، هل هي مؤقتة فعلا يعني أم يعني هنالك تجديد في عملها، خاصة في ظل الظروف يعني الحالية اللي يعيشها العالم أجمع والعراق بشكل خاص، موضوع كورونا ويعني عدم التواصل، وهذه أكيد أثرت على عمل اللجنة التطبيعية، بالتالي يعني 6 أشهر قد لا تكون كافية. نعم. لكل المواضيع المهمة، أهمها النظام الداخلي والتهيئة الانتخابات مبكرة. طبعا الاسم العنوان الرسمي من الفيفا باللغه الانجليزيه خلينا نقوله اللي هو نورماليزيشن كوميتي. نعم. نورماليزيشن كوميتي معناه اللجنه التطبيعيه. هذا هو الاسم الرسمي. طيب، وليس اللجنه المؤقته، يعني ماكو لجنه مؤقته بالنظام الداخلي للفيفا او الاي اف سي. هذا واضح جدا. اما مساله التمديد، نعم، فايضا هذا باتجاه رسمي، انه انت عندك 6 أشهر من انا اذكر تاريخ من تاريخ 3/4 الى 3/10. طيب، هذا هو هاي المده المقرره لمدة 6 أشهر. احنا يعني نبذل جهدنا ان ننتهي في هذا التاريخ.
احنا كان متوقع انه حسب برنامجنا ان ننتهي قبل هذا الوقت بالنسبة للانتخابات. طيب. لكن في اجتماع الاتحاد اللجنة التطبيعية مع الاتحاد الدولي انطرح موضوع الانتخابات الخاصة بالفروع، فروع الاتحاد اللي هي 18 فرع عندنا. نعم. المحافظات. نعم. وطلب الاتحاد الدولي انه هذه الفروع يجب ان تتم بها انتخابات ايضا. نعم. معنى هذا الهيئه العامه الاتحاد كره القدم راح تكون الهيئه العامه الجديده يعني بعد الانتخابات. طيب يعني انتخابات ايضا عليك ان تهيئ الأنظمة الداخلية أو النظام الداخلي للاتحاد الفرعية، هو أيضا نظام موجود أصلا. طيب. لكنه مطلوب مثل ما راجعنا النظام الداخلي الأساسي، مطلوب أيضا نراجع النظام الأساسي للفروع. طيب. وإجراء الانتخابات إلى 18 فرع، هذا اللي يجعل أمامنا يعني قرار التمديد، وهو ايضا ليس قرارنا. نعم. يعني انا مقترح لكن القرار الرسمي هو من الفيفا. طيب ما دام دكتور طرقت الى موضوع انتخابات اللجان الفرعيه، موضوع مهم جدا يعني وبشكل كبير له اهميه كبيره على الكره العراقيه بشكل عام، كان لابد من اقامه اجتماع يعني خلال الاسبوع الماضي. نعم. او هذا الاسبوع على حد يعني علمي، ولكن موضوعة الحظر، حظر التجوال أثرت على هذا الاجتماع. طيب هل من اجتماع آخر سيكون يعني خلال مواقع التواصل الاجتماعي للخروج بنتائج مهمة أو تعيين موعد لانتخابات اللجان الفرعية؟ هو طبعا أكيد احنا بالاجتماع اللي صار قبل يومين. نعم. الاجتماع الأخير. طيب. تم تحديد يعني ضرورة أن نحدد موعد مع الاتحادات الفرعية. كان المفروض الثلاثاء أن يكون اجتماع في الاتحاد المركزي. هذا هو القرار اللي احنا يعني كنا ناويين أن نتخذه خلال هذا الأسبوع. طيب. لكنه أيضا الظروف الآن الموجودة والحظر قد يأجل هذا الاجتماع، أو قد نفكر في عملية تواصل يعني عن طريق نظام التواصل الاجتماعي الحقيقة. طيب. هذا لحد الآن نشوف شلون نحل هاي المشكلة يعني. طيب بس الاجتماع ضروري يعني. نعم. لا يجب أن يكون هناك اجتماع مع الهيئة العامة الموجود. طيب كيف تتعاملون مع القرارات المصيرية الحاسمة يعني خلال هذه الظروف التي يعيشها طبعا العالم أجمع وأيضا كرة القدم على وجه الخصوص؟ أكيد يعني إحنا كاتحاد تابعين للاتحاد الآسيوي. نعم. يعني في اتحاد القاري كدولة في آسيا، وأيضا تابعين للاتحاد الدولي ضمن 211 اتحاد في. طيب. في الفيفا. فإحنا نتبع التعليمات اللي تصدر من الفيفا ومن الاتحاد الآسيوي، وهذه الاتحادات هي يعني المؤشر يعني تعطينا خريطة أو اتجاه أو تعطينا تعليمات نحاول أن نكون مع الصورة الموجودة. قد تتغير بتغير الظروف، لكنه دائما الظروف هي اللي تتحكم في عمل هاي الاتحادات. لكنه الشيء الإيجابي احنا دائما مع العمل المستمر دون توقف. المستقبل يجب أن يبقى أمامنا، المستقبل يجب أن يكون أفضل من الحاضر. هذا هدف، هاي رؤية مستقبلية. طيب. لذلك احنا الاتحاد نعمل في الداخل بشكل مستمر، ونظرتنا إلى المرجع اللي هو الاتحاد الدولي.
طيب. أو الاتحاد الآسيوي، واتصالاتنا مباشرة، يعني عملنا احنا اجتماعين مع الاتحاد الدولي، عملنا اجتماع قبل أسبوعين مع الاتحاد الآسيوي نتواصل مع هاي مع الاتحادات للتقارب ومعرفة كل التفاصيل اللي قد تخدمنا في عملنا في اللجنة التطبيعية. طيب، يعني دكتور كونك عضو عامل في الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، يعني كيف ترى مستقبل البطولات القارية بالنسبة للأندية والمنتخبات وأيضا تصفيات كأس العالم المزدوجة للقارة الآسيوية، مستقبلها كيف سيكون في ظل هذه الظروف الصعبة؟ الحقيقة أولا يعني بطولات آسيا وبطولة أو تصفيات كأس العالم، نعم، أو بطولة كأس العالم هي البطولات الأساسية. طيب. أو هي المقياس لتقدم كرة القدم بالعالم. نعم. هي المقياس لتقدم كرة القدم في البلدان. نعم. لذلك يعني نشوف الاتحاد الآسيوي اللي هو الاتحاد القاري بالنسبة لنا. طيب. يتم اهتمام كبير جدا في بطولات الأندية الآسيوية AFC Cup و AFC Champion League. نعم. وتصفيات كأس العالم وبطولة آسيا اللي هي أصبحت يعني بطولات مهمة بالنسبة لنا، العراق مشارك بها وعندنا أمل كبير أنه يتقدم في ترشيحه لكأس العالم. طيب. لأنه الآن العراق متقدم في التصفيات، ونتمنى إن شاء الله أن يستمر في هذا التقدم. نعم. يعني سؤالك حول هاي البطولات، احنا اهدافنا الكبيره هي هذه، يعني اهدافنا الكبيره، ويجب ان يكون لنا حضور ونتواجد، بس ايضا بالمقابل يجب ان يكون لنا تحضير كامل، نهيئ كل المستلزمات، نهيئ الظروف الموضوعية سواء للمنتخب الوطني أو المنتخبات الأخرى. احنا حقيقة عندنا استحقاق للمنتخب. نعم. للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم والمزدوجة وكأس آسيا، وعندنا أيضا المنتخب الشباب. نعم. منتخب الشباب عنده أيضا بطولة نهائيات آسيا، الآن بدينا ننسق ويا المدربين، وبدينا نضع برامج إعداد للمنتخب الشباب، وتواصل مع اللاعبين، وقدموا لنا البرنامج يعني الأخ مدرب الفريق قحطان شتير والستاف الاخوان اللي معاه. طيب. قدموا لنا برنامجهم، واحنا في صدد دراسته، ومن اجل ان نعم. نحقق كل المستلزمات او المتطلبات اللي طالبيها بالبرنامج. طيب. منتخب الشباب بالنسبه لنا هو المستقبل، ولذلك اهتمام اللجنه التطبيعيه من رئيس اللجنه الاخ اياد بنيان الى كل اعضاء اللجنه. طيب. اهتمامهم كبير بمنتخب الشباب، إضافة إلى المنتخب الوطني. نعم. اللي إحنا الآن بصدد يعني نخليه في مركز اهتمامنا كلجنة تطبيعية. طيب، يعني تحدث عن أهمية المنتخب الوطني، وهو طبعا يعني الأهمية القصوى له من خلال يعني متابعة الجماهير ومن خلال رفع راية العراق في المحافل الدولية، لكن إلى الآن الهيئة التطبيعية لم يعني تسمي أفراد طبعا اللجان، لجنة المنتخبات اللي هي لجنة مهمة جدا يعني بمتابعة المنتخبات الوطنية، وأهمها طبعا المنتخب الوطني العراقي اللي مثل ما تفضلت حضرتك مقبل على مهمة كبيرة، وهي طبعا التصفيات المزدوجة والأمل الكبير بالوصول إلى كأس العالم. الحقيقة احنا عندنا اللجنة الفنية الآن. نعم. اللجنة الفنية الآن هي المسؤولة. طيب. عن المنتخبات الوطنية. طيب. ولجنة المنتخبات ووحدة يعني انت اللجان من تضع لجان في النظام الداخلي. نعم. المفروض عندها اهداف. طيب. اهداف معينة. احنا الاهداف اللي شفناها
بلجنة المنتخبات هي نفسها ممكن تكون في اللجنة الفنية. طيب ممكن نضيف مستشارين، يعني احنا نفكر نضيف مستشارين عند الحاجة، لكن اللجنة الفنية مالتنا عندها الإمكانية أن تحقق أهداف لجنة المنتخبات، لذلك احنا ما مفكرين الحقيقة بلجنة المنتخبات لحد هاي اللحظة. طيب يعني كل أهدافنا أهداف يعني هل تم إلغاء لجنة المنتخبات بشكل رسمي؟ اللجنة الفنية راح تكون هي المسؤولة، اللجنة الفنية لجنة المنتخبات يعني. احنا ما مو بصدد يعني وضع لجنة منتخبات حقيقة. بالتالي يعني هل تم الاستغناء عن لجنة المنتخبات نهائيا السابقة؟ نعم نعم احنا لحد هاي اللحظة لجنة طيب. المنتخبات ما موجودة في تصورنا. احنا اللجنة الفنية هي المسؤولة عن المنتخبات الوطنية. طيب وسيكون إضافة مستشارين إلى اللجنة الفنية أيضا، لأن ضفنا لجنة اللي هي لجنة التطوير. احنا إذا تسمح لي لجنة طبعا. التطوير بالنسبة لنا لجنة مهمة جدا، لأنه احنا أمام هدف أنه التطوير يجب أن يبدأ في كرة القدم العراقية، لأنه توقف لفترة طويلة. طيب يعني ما الأهداف من اللجنة اللجنة الجديدة اللي هي لجنة التطوير؟ كيف سيكون تطوير كرة القدم؟ يعني ما هي المهام الموكلة إلى هذه اللجنة؟ يا ريت نعرف تفاصيل أدق عن هذه اللجنة الجديدة. حقيقة شكرا جزيلا على هذا السؤال، مهم جدا. نعم. لأنه التطوير هو أهم عمل طيب يقوم به الاتحاد، أي اتحاد وطني. عندك أنت مدرب، عندك لاعب، التطوير يشمل المدرب واللاعب بإضافة إلى المحاضرين والعناصر الأخرى. نعم. إحنا بالنسبة للمدربين بدأنا العمل كلجنة فنية، بدأنا العمل فورا. طيب وإذا تلاحظ حضرتك إحنا الآن هناك ورش بدأت يوميا بإعداد المدربين على بمحاضرات نوعية. عندنا جدول الآن بين يوم ويوم آخر الساعة 9 مساء. طيب. يقوم أحد المحاضرين بإلقاء محاضرة، تبدينا في مساء أمس بالمحاضرة الأولى، وراح يستمر هذا الجدول لمدة 10 أيام. الجدول الثاني راح يجي بعده، اللي هو راح نشارك ويا محاضرين عرب تم الاتفاق معهم. طيب. في هذا المجال الجدول الثالث عندنا 3 جداول وضعناها بالبلان مالنا. الجدول طيب. الثالث مع محاضرين أجانب. طيب. فعملية تأهيل المدربين في العراق أصبح هدف كبير. طيب. وحتى المحاضرين احنا تم اجتماع مع المحاضرين قبل اقل من اسبوع، واعطيناهم دور مهم، لان دور المحاضر ليس فقط في ان يقوم بإلقاء محاضرات، وانما دور كبير في ان يشارك في عملية التطوير ايضا. طيب هذا فيما يخص المدربين. اما فيما يخص اللاعبين فاحنا امام اتجاهين. نعم. الأكاديميات في الأندية يجب أن ترجع لواجبها الحقيقي، أن تكون هناك برامج تطوير للفئات العمرية. طيب وعدنا اللجنة الفنية، لجنة التطوير زائد لجنة تراخيص الأندية راح تكون مسؤولية كاملة في متابعة برامج التطوير في الأندية ومشاركة الأندية في دوري الفئات العمرية. راح يتحقق عندنا دوري الناشئين ودوري الشباب في الفئات العمرية. طيب مهم جدا هذا جانب الأندية. جانب الموهوبين، مراكز الموهوبين، حقيقة هذا مشروع جديد. نعم. أحب أن أشير إلى تفضل. هذا المشروع تم يعني وضع لمساته الأخيرة. هناك 6 مراكز، يمكن أول مرة أعلنها أنا. نعم. يعني هناك 6 مراكز للموهوبين، 2 في بغداد. نعم. 1 في الكرخ و1 في الرصافة. تحديد المواقع تم.
نعم. المشرفين على المراكز أيضا عندنا مركز في أربيل، نعم، المركز الثالث في أربيل، المركز الرابع في الموصل، المركز الخامس في النجف الأشرف، المركز السادس في البصرة. طيب، كل الهياكل، كل الهياكل المشرفة والفنية والمدربين تم تحديدها. طيب، تم تحديدها بشكل كامل. طيب دكتور، هل تم تحديد البنى التحتية؟ ننتظر الموافقات الرسمية بشكل نهائي. نعم، احنا كاتحاد الأخوة اللجنة التطبيعية موافقين على المشروع. طيب، لكن ايضا احنا مطلوب دعم، دعم قد يكون للدولة، دعم من الاتحاد، دعم من وزارة الشباب. والأخ معالي وزير الشباب هو الحقيقة من شجعنا على هذا الموضوع. طيب، وأنا متأكد راح يكون أحد الداعمين الرئيسيين لمشروعنا. وأيضا هناك دعم من الاتحاد الآسيوي ومن الاتحاد الدولي. إذن طيب، هذا المشروع سوف يكون إلى صدى كبير، لأنه كرة القدم لا يمكن أن تتقدم بدون أن تكون هناك مواهب، والعراق مثل ما نعرف يعني الكثير من المواهب ينتظرون الفرصة حتى يمثلون بلدهم ووطنهم في مجال كرة القدم. طيب، فهذا المشروع أملنا وأمل اتحادنا وأمل الرياضيين، رياضي كرة القدم بالعراق، أن يعني يتحقق الطموح هذا ويكون له دور كبير في تأسيس منظومة تطور لكرة القدم من جديد إن شاء الله. طيب، يعني دكتور، البنى التحتية هل هي متوفرة الآن بالنسبة لهكذا مشاريع ضخمة ومهمة جدا بالنسبة للفئات العمرية؟ يعني لاعب في الفئات العمرية يحتاج إلى ساحات على أقل تقدير تحتضن هذه المواهب، هذه الفئة المهمة اللي هي تعتبر رافد أساسي لجميع المنتخبات الوطنية ومستقبل كرة القدم العراقية، لكن إلى الآن نحتاج إلى بنى تحتية لهذه المواهب، هل هي متوفرة الآن في هذا المشروع؟ الحقيقة هذه أيضا سؤال مهم، أشكرك عليه. احنا حددنا المواقع مبدئيا، نعم، وهذه المواقع غالبيتها إذا مو جميع هذه المواقع هي بعهدة وزارة الشباب والرياضة. طيب، ومن المقرر أن أقوم يعني نقوم احنا كاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب. طيب، للموافقة على أعطائنا. يعني مثلا عندنا في البصرة عندنا ملعب الدولي، نعم، راح يكون هو المركز. عندنا طيب، في النجف الأشرف أيضا الملعب الدولي هو راح يكون مركز للموهوبين. طيب، عندنا في بغداد مكانيا في الكرخ راح يكون ملعب الدفاع الجوي، تم فحصه أنه طيب، مؤهل لهذا المركز. عندنا أيضا المركز التدريبي الآن الموجود في ملعب الشعب راح يكون هو يعني موقع. عندنا في الموصل عندنا ملعب الجامعة، جامعة الموصل هو الموقع بالنسبة لنا. في أربيل عندنا مؤقتا نادي أربيل إلى أن يتم ترميم مشروع الهدف اللي تم زيارته من قبل السيد رئيس لجنة التطبيع الأخ إياد بنيان. طيب، وزرناه قبل يومين حقيقة. طيب، ونتمنى أن هذا المشروع المهم ليس فقط للموهوبين وإنما كمكان لمراكز التدريب للمنتخبات، يعني معسكرات تدريب للمنتخبات الوطنية. طيب، فمشروع مهم بحاجة إلى دعم، وأعتقد أنه أيضا هناك تحرك على الاتحاد الدولي، وسبق وأن أرسل وفد إلى هذا المشروع. نعم، واستلم التقرير قبل فترة يقول أنه الاتحاد الدولي يعني يسعى إلى أن يعمل على تجديد هذا المشروع. طيب، مع ذلك احنا راح نبدأ في مركز نادي أربيل في البداية إلى أن يتم إنجاز مشروع ملعب مركز. طيب، الفيفا الحقيقة في أربيل. طيب، هذه المواقع كلها هي موجودة وممكن أن تستخدم
في عملية التدريب. عندنا في كل مركز راح يكون 3 مدربين أساسيين من حملة الشهادات الآسيوية، 3 مساعدين أساسيين من حملة الشهادات الآسيوية. طيب. راح يكون المشرف على المركز يكون أحد أعضاء لجنة التطوير، وتم تسميتهم جميعا. راح يكون مدير فني لكل مركز. طيب. وأيضا يكون معالج أو طبيب. طيب. لكل مركز، بالإضافة إلى إداري. هيكلية المراكز تم الانتهاء من عدها. طيب. يعني العمل إن شاء الله سوف يبدأ عندما يعني تتحسن الظروف إن شاء الله. طيب. من في البلد. طيب. بعد هذه الظروف الصعبة اللي نمر بها الآن. طيب دكتور، يعني هل سيتم توظيف اللاعبين السابقين، اللاعبين اللي الآن دخلوا إلى سلك التدريب حديثا، استفاد من خبراتهم الطويلة في الملاعب، بالتالي يعملون في مشروع مهم وهو المواهب، وتعرف الموهبة يحتاج إلى قدوة، إلى لاعب سابق، بالتالي يكون له مثل القدوة حتى يسير في مسيرة طويلة بالوصول إلى المنتخبات الوطنية؟ أكيد 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 كابتن. إحنا طبعا المدربين شرط من شروط المدرب أن يحمل الشهادة الآسيوية. طيب. والآن ضمن الهيكلية المدرب الأول يجب أن يحمل شهادة أي الآسيوية. طيب. المساعد يجب أن يحمل شهادة بي الآسيوية. نعم. فجميع المدربين هم أصلا يعني مسجلين في الاتحاد العراقي لكرة القدم. طيب. وعندهم خبرة في مجال التدريب، وهذه فرصة لهم أيضا لزيادة خبراتهم. نعم. ومعظم إذا مو جميعهم هم أصلا من اللاعبين القدماء، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو على مستوى الدوريات، يعني طيب. دوري كرة القدم. لكن يعني ندخل في جزئية مهمة إنه راح يكونوا دكتور إذا تسمح لي، يعني لهم دور كبير في هذا الجانب. طيب، يعني البعض من المدربين الشباب. نعم. حتى المدربين اللي كانوا لاعبين سابقين بارزين بالمنتخبات الوطنية والأندية اللي حضرتك تحدثت عنهم، كانوا يعني في أكثر من لقاء معي شخصيا يتحدثون عن موضوع تدريب الفئات العمرية، وقالوا بأنه لا مشكلة ولا ضير في تدريب الفئات العمرية، وهذا شرف لكل مدرب، لكن المشكلة كانت الرئيسية هي المردود المادي اللي كانوا يعانون منه، يعني لا يوجد أي توازن ما بين مدرب الأندية ومدرب الفئات العمرية بالنسبة للأندية، وحتى مثل هكذا مشاريع. هل عالجتم هذا الموضوع بالنسبة للمردود المالي اللي سيقدم للمدربين؟ الحقيقة هو أكيد لازم أكو يعني جانب مقابل مادي لكل المدربين. إحنا طبعا الأندية الآن المجال صار أوسع للمدربين. طيب. يعني كان المجال محصور جدا، يعني ضيق، الآن المجال أوسع، الأندية عندها أكاديميات ويجب أن يشارك في دوريات، إذا المدربين راح يعملون في الأندية. طيب. واجب الأندية أن تدفع يعني استحقاق المدربين اللي يعملون في برامجها. طيب. بالنسبة للفئة العمرية الأخرى اللي هي تابعة للمنتخبات الوطنية، تابعة للاتحاد، مسؤولية. طيب. الاتحاد أن يعمل عقود لهؤلاء المدربين ويتم اختيارهم. احنا دائما يعني الآن عندنا استحقاق واحد، لكن بالمستقبل الآن عندنا استحقاق واحد فقط، منتخب الشباب. نعم. والمنتخب الوطني، طبعا المنتخب الوطني المدرب أجنبي والستاف أجانب. نعم. أما منتخب الشباب فالستاف كله من المدربين العراقيين المعروفين. نعم. فكلهم عندهم عقود حقيقة مستمرة. أما الاستحقاقات الأخرى اللي هو الناشئين والأشبال هذه على المستقبل أكيد راح تكون لهم فرصة للمدربين للاستمرار في عملهم. طيب. فإحنا يعني المواهب أو المدربين اللي راح يشاركون أيضا بمراكز الموهوبين أيضا هذه فرصة كبيرة، فعدد المدربين اللي راح يشاركون في العملية التدريبية في تطوير كرة القدم العراق راح يضاعف.
يضاعف وفق برنامجنا يعني المستقبلي طيب القريب. فهي الفرصة راح تكون متاحة للكثير من المدربين، وأمنيتنا أن نحققها أنه كل المدربين اللي هم موجودين الآن على الساحة يجب أن يأخذون فرصتهم سواء في الأندية أو الأكاديميات الخاصة أو على مستوى الاتحاد طيب أو الفئات العمرية. الدوريات الجديدة أيضا، دوري الفئات العمرية، دوري الشباب، هذه أيضا دوري الأكاديميات الخاصة، دوري الموهوبين. طيب يعني عدد من الدوريات الآن الجديدة اللي راح يعني تكون على الساحة، كل هذه تحتاج إلى كفاءة تدريبية، فأعداد طيب. المدربين راح تكون أو فرص التدريب راح تكون كثيرة. طيب بالتأكيد يعني. يعني دكتور يعني موضوع مهم بالنسبة للأكاديميات، هو الأكاديميات العالمية اللي دخلت على الساحة ودخلت في خط الخدمة في العراق بشكل جديد وغير مألوف بالنسبة للمتابع للشأن الكروي العراقي. يعني شاهدنا العديد من الأكاديميات متواجدة الآن في بغداد وفي المحافظات تحمل اسم أكاديميات عالمية، فتحتوا يعني قنوات اتصال معها من أجل رفد المنتخبات الوطنية، التعاون ما بين اتحاد كرة القدم وهذه الأكاديميات من أجل طبعا الرياضة وكرة القدم بشكل خاص. أكيد احنا بنبدأ من مبدأ أنه الاتحاد كرة القدم هو نعم. المسؤول الأول عن كل نشاط إلى علاقة بكرة القدم. نعم. أينما يكون النشاط فاتحاد كرة القدم هو المسؤول عليه. لذلك احنا أي نشاط يجب أن يتم التنسيق معه. احنا التنسيق ليس فقط الأكاديميات داخل العراق، بس أيضا بدأنا في تنسيق مع الخارج. نعم. لأنه بقناعة كاملة أنه العمل الداخلي فقط لا يلبي الطموح، يجب أن يكون هناك عملية تنسيق. ولذلك يعني الآن احنا بصدد تشكيل لجنة تنسيقية على مستوى دولي، حددنا الكثير من الأسماء ومن الدول اللي راح يكون بها تحرك. هذه اللجنة مهمة بالنسبة لنا، يعني نهدف انه عملنا يكون له علاقة خاصة العمل الفني طيب. إلى علاقة مع التطور اللي الحادث في خاصة في قارة أوروبا. فلذلك احنا يعني نأمل أن نحقق طموحنا ليس فقط على مستوى التنسيق في الداخل، لأن هذا تحصيل حاصل، وإنما نعم. التنسيق وعمل برامج للتحرك على المدارس أو الأندية المعروفة طيب. أو الأكاديميات المعروفة في الخارج. وعندنا كادر الحقيقة مهم وفني في الخارج، هم الحقيقة شجعونا، هم اللي طلبوا من عندنا أن يعني طلبوا استعدادهم أنه يعاونونا في هذا الجانب، وإحنا طيب. هذا جزء مهم نعتبره من عملنا في مجال تطوير كرة القدم. طيب دكتور، تحدثنا عن يعني موضوعة الدوريات الفئات العمرية وهي موضوعة مهمة جدا. الآن نتحدث عن الدوري العراقي بكرة القدم ويعني احتمالية عودته في موعد يعني تحدثتوا عنه حضراتكم في 3 تموز المقبل. هل فعلا سيعود الدوري العراقي خلال الظروف الراهنة اللي يعيشها العراق والعالم؟ ويعني ما شاهدنا لحد الآن أي خطوات حقيقية بالنسبة للأندية أو عودة التدريبات الجماعية مثل ما هو حاصل في الدوريات العالمية اللي أيضا أعطت مواعيد قريبة لعودتها. يعني شاهدنا عودة التدريبات الجماعية لكن إلى اليوم ما شاهدنا أي خطوات للعمل بالنسبة لدورينا دوري العراقي الممتاز بكرة القدم. طبعا احنا التاريخ اللي قدمناه للأندية تاريخ الدوري الافتراضي خلي تحت خطوط يعني طيب. الافتراضي هو التزام امام الاتحاد الآسيوي حقيقة. الاتحاد الآسيوي طلب من الاتحادات الوطنية ان تضع موعد افتراضي للدوري على امل
على أمل أن الأمور أو الظروف تتحسن وممكن أن نبدأ. يعني هذا الموعد أيضا بالنسبة لنا افتراضي، قد يتحقق أو قد لا يتحقق، وإذا تحقق فإحنا يعني نكون مستعدين لهذا الموضوع، أما إذا لم يتحقق فهناك بدائل. احنا ما هي البدائل؟ احنا نفكر الان حقيقه بهدفين بالنسبه لهذا الموضوع. نعم. الهدف الاول انه تنشيط انه اللاعبين المنتخب الوطني يجب ان يشاركوا في منافسه، والمنافسه اما تكون على شكل دوري او تكون على شكل يعني بطولة تنشيطية، يجب أن يكون هذا يعني هدف بالنسبة لنا. طيب. لذلك احنا امامنا يعني وقت الان بهذا الموضوع، فاذا ايضا الهدف الاخر يعني حتى لا يروح من ذهني هو نعم. موضوع الأندية الاستحقاقات الخارجية، الاستحقاقات الآسيوية والاستحقاقات العربية، أكيد. ممكن أن تتحقق من خلال الدوري إذا أمكن تحقيقه بعدد يعني الفرق اللي شارك، أو وما أعتقد راح تكون إلزامية بهذا الموضوع، أو الدورة التنشيطية. طيب. اللي هي راح تحقق لك هدفين، هدف تحديد المراكز للمشاركات الخارجية، وهدف أيضا تنشيط المنتخب يعني لاعبي المنتخبات الوطنية حتى يعني يكون موضوع تدريبهم. طيب. برنامج تدريبهم يكون معد ويستلمهم المدرب المنتخب الوطني بعد هذا البرنامج يعني. نعم. بعد تنشيط بعد بطولة الأسامية التنشيطية ممكن المدرب المنتخب الوطني يبدأ العمل بمباريات، قد تكون مباريات احنا من الصعوبة تعرف الظروف من الصعوبة ان تكون مباريات خارجية. طيب. الآن ممكن نفكر في مباريات محلية، قد يكون مع نجوم الدوري مثلا، او طيب. مع نجوم البطولة التنشيطية. نعم. او مع الرديف اذا نقدر يعني نسوي فريق رديف ممكن. طيب. مباريتين إذا ماكو إمكانية أن تكون مباريات خارج القطر. لذلك. طيب. لابد من المدرب المنتخب الوطني أن نهيئ له الفرص. نعم. لهذا للإعداد يعني. يعني يا ريت دكتور توضح لنا أكثر عن موضوع البطولة التنشيطية اللي تحدثت عنها حضرتك، الجمهور يريد يعرف بشكل أدق يعني في حالة استمرار، يعني لسه شفيته من كلام حضرتك في حالة استمرار الوضع الحالي يعني يمكن استحال عودة الدوري العراقي، وهناك بدائل هي البطولة التنشيطية اللي تحدثت عنها، يعني كيف ستكون لو حدثت يعني ولم يكن هنالك دوري بشكل عام، كيف ستكون هذه البطولة؟ من المشاركين في هذه البطولة؟ يعني يا ريت لو معلومات عن هذا الموضوع. الحقيقة احنا ما رحنا ابعد مما سميه يعني تكلمنا عن هذا الموضوع. يعني هي بديل، يعني البطولة التنشيطية لحد الان لحد هاي اللحظة هي بديل. نعم. وبديل مهم. بس اتوقع ان البطولة التنشيطية هي للفرق المتقدمة. نعم. يعني اللي هي ممكن يكون لها طموح ان تشارك في البطولات الخارجية الآسيوية. طيب. والعربية، فممكن قد يكون هناك من 6 إلى 8 فرق تشارك في بطولة تنشيطية في مكان واحد. نعم. لأن معظم حسب تصوري معظم إذا مو كل اللاعبين المنتخب الوطني هم يعني يتواجدون في هذه الفرق المتقدمة. طيب. فهذا يحقق لنا هدف الإعداد للمنتخب الوطني، وهدف تحقيق مراكز الفرق اللي يشارك في الدوريات أو البطولات الخارجية. طيب. أما تفاصيل هذه فلحد الآن احنا يجب أن نوصل إلى تحديد دقيق، هل هو دوري أو بطولة تنشيطية؟ هذه يعني لحد الآن يجب أن الإخوان يعني كل الإخوان في اللجنة التطبيعية أن
أن في الاجتماعات القادمة أن ندخل في تفاصيلها إن شاء الله. طيب طرقت الموضوع مهم أيضا، موضوع الرديف، ويعني الفريق الرديف بالنسبة للمنتخبات الوطنية، يعني هذا موضوع مهم جدا بالنسبة للكرة العراقية، موضوع يعني طرقنا له خلال المواسم السابقة، يمكن بالثمانينات كان عندنا فريق A و B و C، اليوم يعني هذه التجربة ممكن أن تعاد في خلال الفترة القادمة. يعني ما أعتقد أكو ضير من إعادتها، بالعكس. طيب. ما دام أكو هدف هدف ممكن يعني يتحقق، ممكن تجمع لاعبين وتهيئ لهم مدربين موجودين. طيب. وإعداد هم أصلا راح يتم إعدادهم من خلال الدوري أو البطولة التنشيطية، فممكن أن أعد هاي الفرق حتى ننطي فرصة للمنتخب الوطني لمباراة أو مباراتين يعني. فنعمل جهدنا من أجل تحقيق هذا الهدف، ولا ما عندنا غير خيار يعني صراحة. طيب خلينا نذهب إلى موضوع مهم أيضا بالنسبة للكرة العراقية، وموضوع الأندية. الأندية مثل ما تعرف حضرتك يعني طالب البعض من الأندية، طالب لاعبيها بخصومات في عقودهم، وهذا الأمر يعني يمكن معمول به في كل الدوريات العالمية، لكن سؤالي يعني هل الهيئة التطبيعية لديها الصلاحيات بالتدخل في عقود اللاعبين وهكذا أمور مالية ومستحقات مالية بالنسبة للاعبين؟ يعني جزء من الجواب حضرتك قلته، اللي هو أن الدوريات معظم العالم يعني سمعنا أنه صارت تخفيضات يعني واضحة بالنسبة للعقود اللاعبين. وفي أوروبا خاصة، وساهم الاتحاد الأوروبي في دعم هاي يعني تجاوز هاي المشكلة يعني. طيب. احنا في موضوعنا في الأندية حقيقة، احنا كاتحاد دورة يعني ماكو إلزام حقيقة، ضمن التوصيات الدولية الفيفا من وصى بعض النقاط في التعامل مع الأندية. نعم. قال إنه هذا شأن داخلي للأندية. طيب. لكنه احنا شأن الداخلي ممكن انه كاتحاد كلجنة تطبيعية ان نساهم ان يعني نحاول ان نساعد الأندية واللاعبين والمدربين للوصول الى اتفاقات يعني. طيب. اتفاقات تخدم يعني النادي وتخدم الجميع في هاي المرحلة يعني. طيب. وأمامنا نماذج في أوروبا وفي آسيا وصلت إلى اتخاذ يعني ماكو مشاكل حقيقية يعني. موضوعة التعاون والتنسيق والحوار توصلنا إلى الهدف. أما أنه نجي نقدر نقول أنه اقطعوا مثلا كذا نسبة يعني من الصعب، أعتقد من الصعب يعني، لكنه شيء داخلي، أنا أعتقد أنه شيء داخلي هذا. ومستعدين لمساعدة الأندية في تجاوز هذه الأزمة بالتعاون بين اللاعبين والأندية. طيب خلينا نعود للمنتخب الوطني العراقي دكتور، يعني موضوعة كاتانيتش مدرب المنتخب الوطني العراقي، هل لديكم تواصل مع المدرب ومتى سيعود للعراق مجددا لدخول في وحدات تدريبية، ممكن يعني تحضيرا لبطولات مهمة ممكن تعود قريبا جدا، أهمها طبعا التصفيات المزدوجة؟ حقيقة التواصل مع كاتانيتش مستمر، وأنا قبل فترة قصيرة يعني قبل يومين أو ثلاث كنت معه على التليفون. نعم.
وطلبت منا ان يعني اعطيته بعض التعليمات الخاصه من الاتحاد، ومن ضمنها انه عليه ان يعني اعطيته موضوع الموعد الافتراضي، اعطيته فكره التنشيطيه، اعطيته موضوع انه يجب ان يكون الى دور ايضا في موضوع تخفيض العقود. نعم. بالنسبه الى والمدربين الباقيين، وان يحضر باقرب فرصه. وقال اني احضر قد ما تتوفر وسائط النقل، ما عندي اي مانع، لانه مستعد ان احضر وان التقي مع اللجنه التطبيعيه، و يعني نضع الخطه البلان للخطه للاعداد. طيب. وحتى ذكر للامانه اذكر انه نعم. انه هو مستعد ان يساهم مساهمه فعاله في الجانب المادي. نعم. ويتعاون الى ابعد الحدود في هذا الاطار يعني. طيب يعني خلينا ننتقل الى اخر المحاور بحلقتنا هذا نعم. اليوم، موضوعة الاعلام. البعض من يعني المنافذ الإعلامية شنت هجمة مبكرة على اللجنة التطبيعية منذ بداية استلام عملها إلى اليوم. كيف تتعاملون مع الإعلام؟ ويعني هذه قضية مهمة جدا، هو الإعلام المنفذ اللي تشاهدكم من عند الناس. حقيقة الإعلام مهم أكيد يعني، والإعلام دائما هو النافذة اللي من خلالها نشوف أخطائنا يعني. أتمنى الإعلام الموجه يكون ناقد موضوعي يعني. يمكن إحنا قد لأنه تأخرنا في أن نقدم اللي قدمته اليوم، يمكن ببعض الأمور اللي قد يستفاد منها الإعلام يعني البعض شوي استعجل علينا بصراحة. لكنه بعض الأشياء ممكن إنه إحنا نخطأ يعني بشر. نعم. وممكن أن نصلح الخطأ، بس يؤشر إنه بشكل موضوعي أبدا. طيب. بالعكس، إحنا دائما نتمنى أن يكون عملنا يعني مرن، ونتقبل الآخر بصدر رحب يعني. بالعكس، ما عندنا أي مشكلة. طيب، سؤال أخير يعني دكتور، كنت مستشار بالاتحاد السابق وأنت اليوم نائب رئيس الهيئة التطبيعية، شنو الفرق ما بين الاتحادين أو المنظومتين الكروية اللي عملت معها؟ طبعا اكيد في الاستشاره، عندما تكون مستشار انت تقدم استشاره معينه. نعم. وهي الاستشاره قد يتم تنفيذها او ما يتم تنفيذها، يؤخذ بها او ما يؤخذ بها. طيب، هاي حدود الاستشاره. لكنه عندما تكون نائب رئيس لجنه تطبيعيه بقرار من الفيفا، نعم، تصبح أنت مصدر قرار. طيب، عليك أن تسوي قرارات. نعم. مع أخوانك في اللجنة. وتتابع تنفيذها. طيب، هذه المسؤولية أكبر. طيب، هذا اللي اشعر به يعني. طيب، قدمت استشارات يعني الاتحاد السابق ما اخذ بيها اهمها؟ والله يعني احنا ما نريد يعني نسوي نقاط سلبيه، بس اكيد يعني العمل مو كل الاستشارات تؤخذ. طيب، يعني في اي عمل يعني، عملنا في اكثر من مكان، حتى في الاتحاد الاسيوي عملت كمستشار، مو كل الاستشارات يؤخذ بها يعني. طيب. لانه هناك اكثر من مستشار واكثر من راي. نعم. وعلى صاحب القرار هو اللي اتخذ الاستشاره يعني اللي تفيده.
طيب دكتور شهاب الكامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية بكرة القدم، شكرا جزيلا لحضورك إلى طبعا مكتب القناة العراقية الرياضية في كردستان العراق في مدينة أربيل، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات اللي أثريت بها حلقة اليوم، ونتمنى لكم كل التوفيق خلال عملكم في الفترة المقبلة. شكرا جزيلا، شكرا على هذه الفرصة اللي تحت لي في هذا الوقت لإعطاء المعلومات اللي قد تكون مفيدة في عملنا في اللجنة التطبيعية، وتكون مفيدة أيضا في للأخوان سواء في الإعلام أو في الرياضيين جميعا، من أجل دعم اللجنة، من أجل دعمنا الحقيقة، نعمل من أجل بناء تأسيس للمستقبل، لذلك دعم بالنسبة إنه مهم، والتشجيع أيضا مهم مهما تكون الصورة. طيب فأشكرك شكر جزيل، وأشكر الأخوان اللي شاركوا سواء في بغداد أو في أربيل في الإعداد لهذه الحلقة. شكرا جزيلا لك دكتور شامل كامل. شكرا جزيلا. أيضا الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين على متابعتكم لبرامج العراقية الرياضية. أيضا لابد من التنويه لمتابعة برامج قناة العراقية الرياضية، زوروا مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات القناة العراقية الرياضية على الفيسبوك، تويتر، وأيضا انستغرام واليوتيوب. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.